أن أذكر بالعشرين سنة الأخيرة عندما كانوا برئاسة لجنة مكافحة المخدرات أعضاء أعراب استطعنا أن نحقق إنجازات على الأرض وميزانيات. يعني نحن كموظفين كنا نقدر نحصل ميزانيات من خلال وجود أعضاء برلمان. على سبيل المثال كان المرحوم هاشم محمي كان رئيس لجنة مكافحة المخدرات في الكنيسة، كان أبو السعيد محمد بركة وطلب الصانع. يعني هذا الإشي أعطانا بعد، ولاحظنا بالفترات اللي ما كان في عرب اللي تأثير بهذه اللجان، يعني بحكي على القسم اللي أنا كنت مسؤول عنه، كنا نقدر نحقق إنجازات عند وجود عظيم. عرب، لأنه الموظفين بالدولة يعني مدير سلطة مكافحة المخدرات مش معني يندعى على الكنيسة ويقولوا له أنك أنت مقصر في عملك، فكان يعني أوتوماتيكي يصير تحويل ميزانيات، ولما نروح على اللجان نحضر ونورجي شو أنجزنا للمجتمع العربي. هذه النقطة يعني بقدر أحكيها من خبرتي التاريخية في هذا المجال. نعم.